كنشرب الماء، كندير الرياضه، كنحاول نعس 8 ديال الساعات وكندير لي برودوي ديالنا الطبيعيين، زيت ارغان، الغسول، شنو مازال كاين، كاع لي برودوي ديالنا، زيت اللوز. كيف ما قلت انا سعيده جدا وكل فخر انه نجي اليوم. الماركه ماشي دارت بين ليله وضحاها، يعني باين انه كاين مجهود جبار وكبير وكاين تركيز على تسويقها بشكل رائع وممتاز، والدليل انه حنا كاينين وكاينين حتى وجوه من العالم العربي باش يجيو تما يوريو لو برودوي ماروكان بالجوده ديالو العاليه بادق التفاصيل، حتى الستور اتس سمارت ستور، يعني بحالو بحال الستورز اللي كاينين في العالم. فخوره بزاف، هادشي اللي نقول لك، يعني بصراحه فخوره ومندهشه بصراحه، ما توقعتش انه غيكون بهالحجم. اللي شفت اليوم محفز نقدر ندير مشروع، لانه الناس ولات متحمسه اكثر وكتشجع المشاريع الصغيره، علاش لا، ان شاء الله في المستقبل. تابعونا في